السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكل متابعين القناة، وأهلا بكل من انضم لأسرة قناة أسرار النبات والبيئة عن جديد. هنتكلم النهاردة عن سماد رائع ومميز وغني بعناصر هامة للنبات، أيضا هو سماد طبيعي غير مكلف على الإطلاق. السماد هو عفن الخبز أو الخبز المتعفن. قبل ما نتعرف على طريقة استخدام الخبز المتعفن وفوائده، هنتكلم عن بعض المعلومات الخاصة بعفن الخبز. أولا، إيه هو عفن الخبز؟ عفن الخبز هو عبارة عن فطر واسع الانتشار بينمو على الفواكه والخبز والأطعمة أثناء عملية التخزين الغير سليم، وده بيؤدي إلى تعفنها وفسادها. ثانيا، كيف يتكون فطر عفن الخبز؟ عفن الخبز بيحتاج لمادة يتغذى عليها لينمو، ويحتاج أيضا للماء، وده بيكون موجود في الخبز الرطب. أيضا يحتاج درجة حرارة، لأن الفطر يحتاج لبيئة دافئة وهي المسؤولة عن الحفاظ على الإنزيمات والبروتينات اللي بتتحكم في العمليات الحيوية. درجة الحرارة دي ما تقلش عن 26 درجة مئوية، لأنها إذا قلت عن ذلك بيكون نمو الفطر أبطأ بكتير. كمان بيحتاج للجراثيم العفن، وهي موجودة في البيئة المحيطة بنا. كل العوامل دي إذا توفرت للفطر بتبدأ دورة حياته في النمو، ويتكون العفن عن طريق امتصاص السكريات الموجودة في الخبز، واللي بتعتبر بيئة مثالية للنمو، وبتكون هذه المواد هي الغذاء اللي بتساعده في التطور. في عدة أنواع للعفن، منها العفن الأسود وبيكون غير خطير لكنه بيسبب بعض المشكلات الصحية مثل سوء الهضم والقيء والغثيان. في كمان عفن البنسليوم اللي بيستخدم في تصنيع بعض الأطعمة مثل الجبنة الزرقاء والجبن الروكفورد. وفي الحقيقة بيرجع الفضل للعالم ألكسندر فلامينج، وهو عالم اسكتلندي اكتشف أن البكتيريا الموجودة في الهواء بتموت بسبب فطر البنسليوم، والفطر ده هو المسؤول عن تعفن الأطعمة، ومن هنا جاء اكتشاف عقار البنسلين. في ملحوظة مهمة جدا جدا، وهي أننا لازم نعرف أن عفن الخبز مضر بصحة الإنسان، وضروري نتخذ الاحتياطات والحذر عند استهلاك الخبز، بمعنى أنه إذا وجدنا جزء من الخبز قد أصابه العفن نتخلص منه، أي من الخبز كاملا وليس الجزء المتعفن فقط، لأنه قد يكون هناك خلايا فطرية غير مرئية به قد تسبب الحساسية الخطيرة. وأكيد في أسئلة كتيرة بتتبادر إلى أذهاننا الآن، والكل بيسأل إذا كان عفن الخبز خطير ومضر بالشكل ده، إيه الفايدة من استخدامه؟ يعني إيه الفايدة من استخدام شيء بنحذر منه؟ والإجابة إن هناك بعض أنواع الفطريات المكونة للعفن نقدر نوظفها بشكل مفيد، كاستخدامها في تصنيع الجبن ذو الطعم المميز، وهو الجبن الريكفورد اللي بيحتوي على الخلايا الفطرية دون أن يؤثر على الصحة. أيضا تساهم الإنزيمات الناتجة عن الخلايا الفطرية في عملية تخثر اللبن صناعيا. كمان يستخدم في صناعة بعض المضادات الحيوية كالبنسلين. ولكي نتفادى كل الأضرار التي قد تصيب الخبز، هنحفظه بطريقة صحيحة، وهي طريقة التجمد، بأننا نضعه في الفريزر أو المجمد، لأن دي الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز وليس بوضعه في الثلاجة حتى لا تنتشر عليه أنواع العفن المختلفة. دلوقتي هنتعرف على طريقة جعل الخبز يتعفن وبطريقة سريعة، وهي أننا نطلعه من الفريزر ونضعه في كيس ليحافظ على درجة الرطوبة الموجودة فيه. بعد كده هنضعه في مكان دافئ بعيد عن إشعة الشمس، وهنراعي أن درجة الحرارة ما تقلش عن 26 درجة بقدر الإمكان، علشان نسرع من عملية التحلل أو من عملية التعفن. وإذا لاحظنا أن الخبز قد جف أو بدأ يجف، هنرش بعض الرذاذ الماء الخفيف علشان نحافظ على الرطوبة الموجودة فيه. دلوقتي هنتعرف على طريقة استخدام عفن الخبز كسماد للنبات. نقدر نستخدمه بطريقتين. الطريقة الأولى ان احنا نضيفه لمكونات الكمبوست، وهنضيف كيلو من الخبز المتعفن لكل 100 كيلو من مكونات الكمبوست، هنخلطهم مع بعض وهنتركه لمدة 3 شهور حتى يتحلل الكمبوست ويصبح قوامه وشكله كشكل التربة تماما. الطريقة الثانية، لو حابين نضيف عفن الخبز او الخبز المتعفن للتربة مباشرة، يعني انا ما عنديش مكونات كومبوست ومش عايز اعمل كومبوست لكن عايز اضيف الخبز المتعفن للتربة،
هضيفه للتربة مباشرة، شرط ما يكونش التربة مزروع فيها. هضيفه بنسبة 1:10 من حجم التربة أو 1.5 أو 2 من حجم التربة، وأقلبهم. وبعد كده أغطي التربة بكيس لمنع الحشرات والقوارض من الوصول للخبز، وهقلبها مرة كل يوم لمدة أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين على حسب الفترة المتاحة ليا. بعد كده هروي التربة مرة أو مرتين، وبعد كده أقدر أزرع فيها. بكده أكون حميت زرع اللي هزرعه من أي إصابة حشرية، وكمان جعلت التربة بها نسبة عالية من البروتين والمواد الطبيعية. وزي ما انتوا شايفين كان عندي مجموعة من الخبز المتعفن، ممكن كمان استخدم الفطاير او الكحك او اي من المخبوزات، كرواسون، باتيه، اي حاجة من المخبوزات برضو حصل لها نوع من انواع العفن اقدر برضو استخدمها كسماد للنبات. وضعت الخبز والفطاير مع التربة وقلبتهم وهسيبهم لمدة أسبوع 10 أيام. وفي نقطة كمان نسيت أقولها، إن أنا ممكن أسيبهم في الشمس علشان أسرع عملية التحلل، وهتكون كمان البيئة مناسبة للفطر اللي كي ينمو، لأن الشمس برضو هتدي للتربة نوع من أنواع الدفء. طبعا كلنا عارفين إن الخبز موجود فيه خميرة، وطبعا الخميرة دي فطر الخميرة مهم جدا، وعرفنا إزاي بنستخدمه للنبات كسماد، وهترك لكم رابط الفيديو الخاص بسماد الخميرة في صندوق الوصف. ولو حابين تتعرفوا على طريقة تحضير سماد الكمبوست هترك لكم رابط الفيديو الخاص به في صندوق الوصف. كمان نقدر نضيف لمخلفات الكمبوست او الكمبوست واحنا بنصنعه، نقدر نضيف كمان مخلفات الاسماك، نقدر نضيف برضو الخبز المتعفن زي ما شفنا دلوقتي، وبكده هنقدر نحصل على سماد او عدة اسمدة في سماد واحد. هترك لكم برضو رابط الفيديوهات الخاصة بالسماد السمكي وتحضير الكمبوست في صندوق الوصف. ويوم عن يوم بنتعلم حاجة نضيفها للتربة او نعيد استخدامها او نعيد تدويرها من مخلفات المطبخ ومخلفات المنزل. كده بنقلل النفايات وفي نفس الوقت بنستفاد بيها باضافتها للزرع، وبالطريقة دي نقدر نحصل على سماد طبيعي ما دفعناش فيه اي حاجة، غير مكلف وسهل. واحنا بنستعرض معاكم ككنوات زراعية الطرق السهلة البسيطة اللي نقدر نستخدم بيها السماد او نصنع بيها سماد للنبات، سواء سماد صلب او سماد سائل. وبكده ينتهي فيديو اليوم، والى ان نلتقي اترككم في رعاية الله وامنه. لا تنسوا عمل لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولا تنسوني بدعوة كريمة مثلكم. اترككم في رعاية الله وامنه. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.